انت معايا؟ قلت لي البارح كده الحصة، قلت لي البارح كده الحصة وشا مشيت بالليل لما نعس 4 5 دقائق وقلت لي بالصوت ديالي تعبيك نعست 5 دقائق. نعس 5 دقائق هادو صافي كيتسجل بالصوت ديالي ويجوني شي احلى بشكل بحال هاد الاحلى. الله يقدر يعني خصني الهضاب كيجيوك احلام في شكل يعني الهضاب خاصك سمو خصني الهضاب تزيد الكرسي ديالك هنا خاصك تهرب خاصك تهرب زيد خصني الهضاب بالدار رفع الصوت ديالك تعصب تعصب مع من؟ مع الام ديالك؟ لا لا بحال هاد النوع ديال هاد الاعصاب بحال اش مثلا يعني كان نعس هاد الدقيقه كنبدا نوض مع الصبح بحال الزام نزكي بحال اش هاد الزكا هادا كتحس بيه ماشي ديالك؟ لا ماشي ديالك الزكا ماشي خواتاتا قالوا لي ماشي هو خواتاتو قال لكم ماشي هو خاطر نعسو مع خواتاتا ملي شافو لي زكي مشاو نعسو معاه هو بقاو يفيقون خويا فيقوك وانا كنفيق ونولي عاوتاني يلاه نجلس 5 دقائق 10 دقائق الناس كيولي صوتي هذا اخر صوت واحد اخر صوت ديال المرا قالت لي خوتها الصوت تبدل الصوت ديال من ديال المرا ديال المرا قالت لي ديال المرا خير ان شاء الله تعالى قلتي لي البارح انتوما ما نعستوش مزيان كي سولتكم ديك الحصه انا ما نعستش واخا وصفي لي واش صرا واش وقع في الدار ما كما خرجت عاوتاني لا البارح ما بانتش ما بانتش نظري تبان ديما ما بات بان هكا ملي نكون دائرة تبان البارح ما بانتش واش هي غير عظامي ما قديتش نرددهم ودكدك النعاس ما نعستش ما نعستيش ما نعستش حول ولا قوة الا بالله قدر الله ما شاء فعل حلمت شي احلام كي نعست حلمت شي احلام رفع الصوت ديالك حلمت يعني باش نمشي بحال اش انا كنت بحال اش هاد الاحلام خرج من الدار خصني نهرب من الدار ضروري خصك تخرج من الدار خصك تهرب من الدار خصك تخرج من الدار زيد يعني ما كنستغلش داك الحلم كيف زعما؟ ما كنستغلوش كينوضوني كيبقى نهضر داك كيبقى نهضر ديك الهضره يبقاو ينوضوني شكون هما اللي ينوضوك؟ الاخت ديالي تقول لي نوض نوضا تبدل الصوت ديالك تما كنفيق عاوتاني كتقول له نوض اقرا القران واخا هي هاد الجنيه جاتك في الاحلام؟ جاتني واش قالت لك هرب؟ هرب زيد قالت لي ما تجلسش وهرب راه ما غادي يديروا لك والو ما غادي يديروا لك والو قول لها انت اللي راكي دايرت لي ماشي هما ما غادي يديروا لي والو هذا اللي حقات المورال ديالي ماشي انا اللي كان نحس به كان هذا واه يعني ما كان بحال هي كتهضر هي كتهضر الحمد لله رب العالمين حط يديك غمض عينيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفار والذي يؤذيك ذاك غمض وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أرسل الله الجند والمدد والملائكة والحافظين وقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تأذيت، بالاستغفار تعذبت، بالاستغفار بالاستغفار آذاك، بالاستغفار عذبك. نعم أم لا؟ نعم. بالاستغفار، قوة الاستغفار، حرارة الاستغفار، قوة عظمى. ماذا؟ قوة عظمى، قوة عظمى. الاستغفار قوة عظمى. يسمع كل غافل وكل مريض وكل معيون ومسحور ومحسود ومصاب. هذه قوة الاستغفار، هذه قوة الاستغفار، قوة عظيمة كما قلت. هذه الجن القوية التي استغلت ضعفه وضعف أمه وجهلهم. المرء يحضر لجهله طبعا، ترتدي الأبيض وتظهر في البيت، تعذب أهل البيت، تظهر وتتجلى لأهل البيت. ركبت فيهم الفزع والهلع، الله المستعان. سنين طوال، 13 سنة من خدمة السحر والتجلي والظهور والدخول والخروج من جسم إلى جسم ونقل الأخبار واستراق السمع. 13 سنة ديال العذاب والمرض، تعطيل الرزق، تعطيل العمل، تعطيل الزواج، تعطيل الصحة. نقدر نقول لك الجنون. نعم الجنون. نعم كلسي، خلي لك الكرسي كما هو، بقيتش تحركي بزاف. 13 سنة من العذاب والضنك والهم والغم. نعم 13 سنة من الزنا في المنام. فلما من الله جل وعليه، فلما من رب العزة جل وعليه بالاستغفار والدعاء، وأنت تشهدين بهذا، الاستغفار والدعاء يؤذيك، دمرك كل شيء. كل شيء ماذا؟ كل شيء دمرني. كل شيء استغفار دمر لك كل شيء، كل شيء أذاك في كل شيء. كل شيء. هذه قوة الاستغفار، قوة عظمى، قوة عظمى كما تقول هذه الجنية، ليس لها مثيل. وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا. عظمة الاستغفار، سبحان الله العظيم. فأقول لك كما أن الله جل وعلا ستر أمرك، لربما لكي تعودي، ولربما ابتلى الله عز وجل هذا الشاب 13 سنة وانت في سر وفي صمت تسكنين جسمه، تعذبينه وتمرضينه، عطلت عليه نعم كثيرة. شاء الله جل وعلا أن فضح أمرك. الجنية التي ظنت بها الأم الخير ياك، ترتدي الأبيض وتصول وتجول في البيت، ظنت بها ظن الخير. ما دامت ترتدي الأبيض إلا وهذه الجنية التي تدور في بيتي وتصول وتجول وتتجلى لأهلي وتظهر وتفزع أهل البيت بظهورها، ما دامت ظهرت وهي ترتدي الأبيض إلا والأبيض رمز السلم والسلام والأمن والأمان والخير والاطمئنان، اطمأنت لها ترتدي الأبيض. ولكن الحقيقة قالت الجنية بعظمة لسانها، كنت أوهمهم أرتدي الأبيض حتى لا يظنوا أنني شريرة، أنني سأؤذي. نعم أم لا؟ نعم. رفع الصوت ديالك وزدي لهنا شوية، زدي الكرسي. نعم اللون الأبيض كنت ترتدين اللون الأبيض لماذا؟ باش توهني أهل الدار. نعم الحمد لله رب العالمين. وتنقل، نتنقل إلى الحقيقة والمصيبة والطمة التي نزلت عليك، أنك ظهرت وتجليت وصرعت وصعقت لما فضح أمرك. نعم أم لا؟ نعم. وهذا لا يصرك؟ هل هذا صرك هذا؟ لا. تكلم صوت مرتفع. لا الحمد لله. طيب دار الحصة نتاع البارح الحمد لله اللي تعلمنا منها أشياء كثيرة، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتعلموا معنا الإخوة أشياء كثيرة وظهرت حقائق كثيرة الحمد لله رب العالمين، وتفضح الأمر ديالك والسر الأعظم.
انت الجنية التي تصل وتجول في البيت انها خادمة السحر وان لها خدام وان استعنت بملوك الجن حتى تزني به لان الدعاء والملائكة التي انزلها الله جل وعلا تصونه في الليل والجنية تخرج في الليل لانها لا تستطيع البقاء في الجسم لان ملائكة تأتي لحفظه حتى لا تزني هذه الجنية ولا تؤذي في المنام في الليالي والاحلام. نعم الحمد لله رب العالمين وظهر الحق وزهق الباطل. الله ولي الذين آمنوا. هذه نصرة الله جل وعلا للصالحين للمتضرعين لمن يدعون ربهم بالليل والنهار للمستغفرين بالليل والنهار بالأسحار في الصباح والمساء. تقول إنها بعظمة لسانك في كل صباح قبل الذهاب إلى العمل يستغفر الله كثيرا ويدعو الله كثيرا في الليل أكثر في الليل أكثر. الحمد لله رب العالمين. قهرت بالاستغفار تعذبت بالاستغفار. الحمد لله رب العالمين. ولما شاء الله أن فضح أمرك وطلعت في الحصة دي الرقية والأم دي الحاضرة كتشوف وتفضحت حقائق كثيرة أن هذه الجنية هي التي تدخل في جسم الأم وتدخل في جسم الأب الإبن وتدخل في جسم الأخت وأن هذه الجنية هي الوحيدة التي تظهر في البيت وأن حقيقة هذه الجنية أنها دخلت بالسحر لغرض المفسدة وتعطيل الرزق والمال للأم وتعطل الأمر وأكل هذا السحر الإبن ودخلت هذه الجنية في جسم ابنها وعطلت عليه النعم تسببت له بالجنون تدعو إلى في كل فسق وفجور لا تريد أن يبقى على طهارة تبغي الخبث والوسخ. الله المستعان. لا يغير ملابسه لا يغير ملابسه من المدة إلى المدة عطلت عليه كل شيء لأنها أحبته أحبته حبا جما وحب الجن يليه عذاب يليه تمريض يليه أذية وظلم. الله المستعان. حب الجن حب غريب غريب بحبها عطلت عليه العمل حتى لا يتزوج ولا يكون له رزق ومال. نعم بحبها ماذا دعته إلى الفسق والفجور وإلى المعاصي والمنكرات إلى الفواحش والأثم من المخدرات المخدرات سيليسيون شمكير ياك لكي تنفرد به تديه الخلوات والفلوات. نعم ويتشمكل على خاطره وانت راكي مستفردة به. نعم ما مفهوم. خرجت له ها خرجتي له ثلاثة المرات الأربعة من الجسم ديالو توقفي معه زيدي الكرسي ديالك هنا زيدي نوضي نوضي وقفي نوضي زيدي 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 الكرسي زيدي 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 ماذا قلتي؟ خرجت له. تكلمي بصوت مرتفع. خرجت له. كيفاش؟ خرجت له. خرجتي له؟ خرجتي له بزاف ديال المرات. بزاف. خرجتي من الجسم ديالو وقفتي عليه. بصفة اسمه؟ أشخاص أخرين. أشخاص أخرين، شكون هاد الأشخاص اللي ظهرتي له بالصفة ديالهم؟ صحابه. واش قلتي له؟ كنت باغي نهبلو. كنت باغي تهبليه؟ زيدي هزي راسك وحطي يديك الأرض. وهزي راسك باش يسمعك. كنت باغي نهبلو. كنت باغي تهبليه؟ زيدي. هزي راسك. هضرت معاهم كان صحابه مليحين. وهما مليحين كاملين. وهو حطته في واحد الجيس انه ملي يكون في كازا في واحد البلاصة في حي الحساني. وعنده صحابه تما. هو بقى عليهم هذيك واش جابكم هذوك صحابي واش جابكم نتوما عندي هنا الحي الحساني. صافي بقاو تضحكوا جاو هاودي. هزيتيه خيلتي له كأنه في كازا. في كازا ديش حطيته. حطيته في واحد العقل انه يكون في كازا. ومن بعد نص ساعة هزيت التليفون وصونيت له. صونيتي له انتيا؟ قلت له بصفت صاحبه. انتي صونيتي له بالتليفون بصفت صاحبه هزيتي التليفون وصونيتي له بصفت صاحبه. يعني عندك قدرة باش تهزي حتى الهاتف. نعم. كما كتخرجي من الجسم وتظهري في البيت وتدوري عندك قدرة هزيتي الهاتف واتصلتي به. كل شيء. كل شيء. صونيت له قلت له عبد الله حبيب صاحب واحد صاحبه عزيز عليه واه جوج صحابو عزاز عليه قلت له واش جابك جيت عند الحي الحسني وما بغيتش تجي عندنا هنا في التعيينه بلا موطو وما ديتهاش فينا صافي الولد التليفون على هذا السه وتشتوكا في عقله شوكا في عقله مناش تشوكا في عقله من هذا الجيست
كنت باغي تهبليه ودابا هبلتيه؟ لا لا بصح راك هبلتيه شويه، سلطت عليه شويه نتاع الجنون ياك. نعم هزي راسك قلت لك باش نسمعك. نعم كدي في الجلسه وانت مكمشه. نعم هزي راسك. طيب نتنقلوا لنقطه اخرى، ملي دار الحصه البارح وفق الله عز وجل لانه جاي يدير الرقيه، الحمد لله رب العالمين، تكشفت هذه الاسرار وهذه الحقائق كلها وتجلتنا وظهرت الحمد لله رب العالمين. علاش جيتيه البارح بالليل وتهرب؟ بغيت نهرب. هزي راسك. بغيت نهرب. بغيتي تهربيه فين؟ تديه. فين تديه؟ كنبغيه. كيفاش؟ كنبغيه. كي داير هذا الحب هذا اللي كتبغي؟ علاش هذا النوع ديال هذا الحب؟ الحب نتاع الجنون. نعم هذا هو حب الجنون. بغيتي تنفردي به لما عرفتي بانك غادي تدمري بالرقيه الحمد لله ياك. نعم واش بغيتي ديري؟ بغيت نفردي به. تنفردي به تهربيه. ديتو الخدمه وقيت لقيت لقيت عليها ما تخدمش. ما تخدمش زيدي. متعصب. بقيتي تعصبيه يعني ما خليتيهش يخدم. وملي جا البارح دار الحصه ديال الرقيه انت بغيتي تهربي. نعم الحمد لله تهربي به هو باش ما يجيش يرجع يدير الحصه ديال الرقيه. ولما وفق الله عز وجل رجعتي دركا دابا راكي حدايا ما قدرتيش تشوفي فيا على التقوى والورع ديالي. نعرف راسي لا شيء الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون. صلى الله سمعيني جيتيني بفكره كما توعدنا البارح. وش هي الفكره اللي ما فكرتيش؟ كنتي ملاهية باش نهربو. تهربيه فين تهربيه؟ فين تبعديه؟ فين؟ ما يبقاش كيفاش؟ في هاد الجهة ديالكم ما يبقاش هنايا وصافي. وفين بغيتيه يمشي؟ أي بلاصة مهمة ما يبقاش قريب للمركز ديال الرقية. ما خصوش يدور بالمركز ديال الرقية. إلا يدور بالمركز تاع الرقية هذا راه مشكل عندك. بزاف مشكل كبير. يجي المركز ديال الرقية بزاف باش يتعالج. بزاف أي حاجة إلا الرقية. أي مسألة إلا الرقية. الحمد لله. طيب يلا نوضي. نوضي نوضي وقفي. يلا سمعيني مزيان. لا 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 ما تبغيش الضوء. ما يعجبكش الضوء. الضوء بزاف. علاش ما بغيتيش الضوء؟ كان يصوري في البيت ديالي بحال هكا. كيفاش انا صح ضوء بيضك بحال هذا زعما نور بحال هذا بحال هذا النور كان يخرج لك بحال هذا النور في البيت ديالو وانت ما عجبكش هذا الشيء. علاش؟ علاش ما تبغيش هكا؟ يضرك هذا الضوء. واش هي الحاجه اللي ما تضركش؟ واش هي الحاجه اللي ما تضركش؟ كيفاش؟ الوسخ. الوسخ تاع الضوء. يلا سمعي غادي نوضح لك شي امور صافي. لا 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 هكا افضل حسن. هكا افضل. هكا افضل. كتعرفي الله عز وجل؟ لا. ما تعرفيهش؟ لا. واش كتعرفي على الله عز وجل؟ اكتشفت. واش؟ اكتشفت بعد هذا السيد. هذا السيد. لبست به. انه قدرة عظيمة. ان الله عز وجل قدرة عظيمة. واه. ان الله عز وجل وصى العباد ديالو بالاستغفار وقل استغفروا ربكم وهو كيستغفر الله عز وجل. اكتشفتي ان الاستغفار اللي وصى به الله عز وجل حاجة عظيمة. الاستغفار عنده خدام. عنده خدام الاستغفار. هاد القوة العظيمة هي مجرد كلمات وصانا بها الله عز وجل ياك. نعم ولكن لديه جنود. اسمهم هاد الجنود. الجنود عند الله عز وجل. عند الله. ماشي الجنود هذوك خلق الله. كما أنت خلق الله وأنا خلق الله وكل مخلوق على وجه الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض وعلى هاد المجرة بأكملها وبأسرها ما نعلم وما لا نعلمه خلق الله. مفهوم؟ لا 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 ما نطفش الضوء. لا لما تفش الضوء ان شاء الله غادي نوصيه باش يبقى يشعل الضوء بزاف وينعس على الضوء. مفهوم صافي؟ مزيان يلا سمع. الله عز وجل موجود. موجود 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 الحمد لله. الحمد لله.
علاش انت تصرعتي بالقران وكتعذبي بالقران؟ لماذا؟ ما فكرتيش علاش؟ لا لا كتحاولي تفكري علاش تعذبتي بالقران وتصرعتي بالقران؟ ما قدرتش. ما قدرتيش حتى تفكري؟ هذا زين. هذا شكون هو اللي زين؟ هذا شكون هو اللي زين؟ هذا شكون؟ نطلق دركا. اللي نطلق دركا نزلك الموسيقى. ايوا بزاف نزلك الموسيقى. هو كيبغي الموسيقى بزاف. والله ما كيديرها ولكن كيهرسك بالقران. كيهرسك باش؟ بالقران. بالقران كيدير الموسيقى وكيهرسك بالقران. الحمد لله. طيب انا غادي نسولك علاش القران كيأذيك؟ بغينا نفهموك حنا ونوضحوا لك. ما عرفتيش علاش القران يؤذيك؟ علاش القران يؤذيك؟ علاش تصرعتي بالقران؟ علاش؟ القران قوه كبيرة. رفع الصوت ديالك. القران قوه بزاف. القران قوه كبيره. كاينه شي حاجه مثل القران؟ كاينه شي حاجه بحال القران؟ كاينه شي حاجه افضل من القران؟ لا نهائيا. لا لا. طيب استعنت بكل شيء ولكن توقفت. استعنتي بكل شيء؟ باش استعنتي بالمولوك؟ باش بالمولوك عطيتهم هدايا كبيره. استعنتي بملوك الجن وعطيتيهم واش هدايا كبيره الساعه تاعك؟ استعنتي بملوك الجن وعطيتيهم هدايا كبيره. هو بزاف 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 ديال الهدايا. الهدايا عطيتي ملوك الجن هدايا كبيره باش يفتحوا لك الاقفال والاغلال. هذا كحل زين. شكون هو اللي كحل زين؟ هذا شكون هو؟ عجبك الكحل؟ يعجبك اللون الاسود بزاف. يعجبك اللون الكحل بزاف. تفضلتي الحاجه لهذه المساله انها كتجلى لكم وتظهر لكم في البيت والدور في البيت كتخرج من الجسم ديالو ياك؟ نعم نعم. تخرج وتفزع اهل الدار ويعني كل شيء شافها من خلال الحكايات اللي حكيتو لنا. يعني كتخرج من الجسم ديالو كتدور في البيت تلبس الابيض. كتلبس الابيض باش توهمكم باللي انها مزيانه. مفهوم؟ هادشي اللي كاين. هذاكشي اللي قلت. هزي راسك بحال هكا ما تحطيش يديك. هذاكشي اللي قلت زعما مادام هكا تلبس مادام هكا تلبس البيض الا السلم. الا وهي مزيانه السلم والسلام. رمز السلم والسلام ولا الابيض ياك؟ انت هادشي كديريه بذكاء ذكيه. نعم نعم. واخا انت عز عليك الاسود. نعم. ما كتبغيش البيض. ما كتبغيش. هضري هضري معايا. واه نيش نيش ما تبغيش. وعلاش؟ علاش لبستي البيض؟ بغينا نسمعوا فمك. لكي تعم الفائده. لكي تعم الفائده فقط. نوهم به الناس. توهمي به الناس. يعني الناس الكبار سبحان الله خصوصا الناس الكبار في السن كيظنوا بانه الا كانت شي جنيه كتدور في شي بلاصه ولا في شي مزرعه ولا خصوصا النساء الكبار بحالك الحاجه. النساء الكبار في السن والناس القدام كيقول لك امراه كتدور لابسه البيض اللي هي عباره عن جنيه كتخرج بالليل ولا كتخرج في واحد البلاصه ولا كتدور كترمز للسلم والخير. لو كان فيها خير ما تجلاش وما تظهرش وما تبانش لان هذا لا يجوز شرعا. مفهوم؟ الله عز وجل حجب النظر ما بين الجن والانس. ما عندهاش الحق تظهر. مفهوم هذا الكلام؟ الغرض ديالك من الظهور ديالك اسمه هو الغرض من هذا الظهور اسمه هو باش نخليهم على طمأنينة. تخليهم على من؟ طمأنينة. ما خليهمش يمشيو شي واحد شي راقي ولا ما يمشي ولا عند راقي ولا عند فقيه. كتظهر الجنيه لابسه اللون الابيض باش مالين الدار ما يديوهاش عند شي راقي. ما يجيبوش شي راقي للدار يقولوا الدار مسكونه. الدار فيها الجن. الدار عندها عمار. راه كتخرج واحد الجنيه. الخال الاخ ديالك اللي هو الخال ديالو جا مسكين يبات جايه تجرو من الكسوه ديالو قالت له نطلع. هو مرتو جريتي عليهم. ما بغيتيهمش يجلسوا في البيت. لا سبحان الله العظيم ما خليتيهمش يجلسوا في الدار. لا علاش؟ هكا كنشك ليش ما بغيتيهمش يكونوا في الدار؟ مشكلة. الى اتحلوا مشكلة. مشكلة الا قعدوا في الدار حيت هو عزيز على خاله. عزيز على خاله. وخاله يقدر يهربوا عليا في اي طريق. يهربوا باي طريق؟ يبدا يهربوا عليك. واخا وخالو زعما كان يقدر يجي زعما فقيه الا شافك. هو خالو كان الا شافك يعني ملي قالت له الام ناط عند الخال. دابا كي فاق الخال الصباح قالت له ما تاذيش. علاه؟ انا نفهمك. فاق الخال مع الصباح ما كتاذيكمش؟ قالت له راه ما كتاذيناش ما عليهاش. سبحانك يا اله. يعني مادام الجنيه ما كتاذيش الا واش الا راه لبسيط الا بصل بيض اذا ما كتعاديش.
دابا كيجا الخال وقال هما ما عندي بهم والو وما عندك بهم والو دابا كيجا الخال وقال الام راه وقفت عليا جيني قالت لي نوض قاعد خرج عليا من الدار واش قالت له لا راه ما كتاديش علاش قالت ما كتاديش حقات كنتي اسمو مطمناها مطمناها زعما مخليها في طمانينه وكنتي تلبسي لها البيض وتباني لها الله المستعان سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يعني مادام كتلبس البيض الا والجنيه صالحه الجنيه هذه مزيانه والغريب في الامر انها الجنيه جرات على العامر اللي كان قبل منها في البيت على متلبس بهيئه قط ومتشكل على هيئه قط وكان يحرس البيت مع انه حتى هو براسه لا يجوز له هذا الشيء الحافظ هو الله عز وجل لا يجوز لسني انه يدير هذه الاعمال هذو ويظهر للناس ويطلع يحل الباب بيدو ويدخل ويخرج كيف بغى وشافوا الناس هاد الصوال حتى راه ما يتقبلهاش العقل قط يحل الباب ينوض يحل الباب ويخرج يدخل فيكم ما بغى يطلع يهبط دار دارو خطر واحد كي حضرت الجنيه واش دارت جبت معايا ولا اسمو جبتي جبت معايا جبتي معاك الجنود ديالك وجريتي على القط وبقيتي انتيا باش ديري الافاعيل ديالك بقيتي انتيا باش ديري لا 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 جابوني السحر جابوك غير بالسحر السحر انا ما كانش هو ديالك وهذا الجني هذا اللي كان على هيئه قط كان يحرس البيت كان عامر معمر البيت هذا الجني هذا واش هو الذنب ديالو مثلا واش هو الذنب ديالو؟ واش هذا هذا الجني هذا باش زري عليه ديرونجاك؟ ديرو بزاف فاش ديرونجاك؟ هو كان غادي قال لي صوب معاه اسمو؟ ما كانش غادي يخليني نعاديهم ما كانش غادي يخليك تعاديهم؟ ما كانش غادي يخليك تعاديهم، يعني هذا القط سبحان الله العامر كان مؤمن؟ نعم كان مؤمن بزاف كان مؤمن بزاف كان مشكل على هيئه قط كان يحرس البيت حتى انه واحد الفتره كما قلتي باللسان ديالك هذا كانت واحد الدار تشفرت حدانا تشفرت حدا البيت نتاع هاد الناس هادو وهذا اللي فزعهم هو اللي فزع الشفاره كي جاوا يشفروا ديك الدار قصه غريبه سبحان الله يعني هاد القط هذا كان يحرس البيت كان فيه خير كان مؤمن مع انه ما عندوش الحق يدير دوك التصرفات نعذروه الا ما كانش عنده علم بهذه المساله هذه الله يتقبل منه لانه اخواننا الجن مفهوم من المسلمين عادي ماشي مشكل وانت يا صدعك واحد هو بغى الخير لما دخلتي انت للبيت بسحر مفهوم عمرتي البيت بسحر باش تاذي اهل البيت وتعطل عليهم الرزق وتعطل عليهم النعم وزيدوا زيت باش واش كاش ماشي هو كماشي وانا عجبني هو كنتي ماشي المهم حط يديك وهز راسك ممنوع يديك يجي فوق راسك صافي منو يديك يشوف الضوفر عليه الضوفر عليك حتى راسك هكا غادي نزيد لك الضو نجهد لك الضو اش عندك الضو عثمان شحال الضو لا لا نزيد الضو نزيدو الضو حطي لا لا ماشي مشكل نزيد لك الضو ما كاينش مشكل مزيان وكتظهري غير بالليل غير بالليل ما تبغيش الضو ما يعجبكش ضوء النهار ممنوع ضوء النهار يكون العاشقة تبغي ضوء الليل ما تبغيش ضوء النهار تبغي الظلمة باش تجلى وتظهر وتفزع مالي من الدار الحمد لله رب العالمين واخ كي جيتي من الحصه البارح المره اللي فاتت هي البارح قلت لك غادي تجيني بفكره اليوم ياك ما خلاتش قلت لك غادي تجيني بفكره اليوم انا هي الفكره اللي جيتيني بها اليوم مازال ما فكرتي ومازال ما قررتي الدكتوره الانسه فاطمه الجنيه العاشقه الزانيه المعطله التي تؤذي وتظلم وكتظهر وتجلى للناس ما تحتلهاش الفرصه باش تفكر وتقرر وتاخذ قرار ياك عندها المشاريع بزاف عندك مشاريع بزاف مشاريع وخصها تهدم اسره ياك خصها تزني خصها ما تخليش يتزوج ما قدرتيش كاع ما قدرتيش كاع توصلي المشاريع ديالك بدات تهدم الحمد لله ولكن خصك ترجعي داكشي اللي ضاع واه ولا لا هذاك الشيء كنستعن به هما يتيم كيقدروا كتستعني باش؟ بملوك الجن كتستعني بملوك الجن باش واش؟ باش يعطيو باش هاد القوة يقبضوها ولا يشوفوا كيديروها باش هاد القوة نتاع بنت على الاستغفار والدعاء والتضرع سبحان الله ما كاين والو علاش هضرتني البارح؟ اه؟ علاش هضرتني البارح؟ علاش؟ ما كنتش كاع غادي نهضر ما كنتيش كاع واش؟ ما كنتش غادي نهضر وربي ربي بين الحق ربي بين الحق وهضرتي وتجليتي وصعدتي وصرعتي وتعذبتي والحمد لله رب العالمين فضح الامر وظهرت الحقائق اللي كانت غامضه في هذا البيت هذا بزاف ياك
لا لا ما نتفجدوا، لا لا الضو غادي نخليهم ترى غادي نزيد لك الضو. لا 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 غادي نضرب لك شي بروجيكتور اون فاس ليك. لا ما كتبقى تلقى شاداني بالجنة. تبقى شادك النهار. الحمد لله. واخا غادي نعاود لك السؤال. فهمتي الرسالة اللي وصلت لك البارح؟ غادي تجيني اليوم فكرة. ما فكرتش، قلت لك أنا اليوم غادي تجيني الفكرة. ماشي ما عقلي ما كانش في التفكير. علاش ما كانش تفكير لهذا الشيء هذا؟ ولين كان التفكير؟ باش نهرب. كان عندك التفكير غير باش تهربيه. يعني مادام فكرتي البارح باللي جيتي في الاحلام وبقيتي توهميه وبيتيه معذب، يلاه نهربوا يلاه سير تهرب، راه هادو ما غادي يدير لك والو غادي كذا ياك؟ اوهام. يعني ما لقيتيش الفرصه باش الجنية فاطمه تفكر كي دير تهرب. تفكر كي دير تخرج ولا تطرح فكره على الراقي ولا تقول له خص هذا السحر يتبطل ولا خص هذه المساله تكون. ما قدرتش اسمه؟ توصلك. توصليني؟ على زعما انا تقي، انا عارف راسي لا شيء، بالرحمن تاع الله حنا نتمشاو. هذيك القوه هي اللي خلتني ما نفوتكمش. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل هو اللي كيحرص، هو اللي كيحفظ، هو الحافظ. انت الحمد لله قدرتي انك تخرجي من الجسم ديالو وتدخلي في الام ديالو وتصرعيها. وتوهمي ما هاديهمش انا خليو ليه كتصرعيهم اسمو خليو ليه هو ما هاديتهم خليو لك شكون ايه هو خليو لك غير هو وما كتأذي حتى شي واحد انت غير كتدخلي في الام ديالو وتصرعيها وتنقلي لها الاخبار الغيبيه ياك وتصرعي الاخت ديالو حتى تنقلي لها الاخبار الغيبيه ياك وكتقطعي صله الرحم مع الاخوات ديالو صله الرحم وعظمه صله الرحم صله الرحم وما ادراك ما صله الرحم ياك الحمد لله غادي نعاود نطرح عليك هذا السؤال وغادي نريد الحصه صافي واش باغي تخرجي لا الحمد لله صافي هادشي اللي انا باغي نسمع لك غادي نعطيك 10 دقائق غادي نقطع الناس اللي راه تشوف فينا ان شاء الله تعالى ياك غادي نعطيك 10 دقائق وغادي نولي نعاود المقطع وغادي نشوف صافي يلا تشوف غادي ترطابي ولا ما ترطابي واش غادي تفكري ولا لا ياك نسولك بدل هاد المسألة الخالة ديالو عندها علاقة بهاد الشيء الخالة ديالو خالته جاوبيني خالته و عندها علاقة باش عندها علاقة بهاد الشيء كامل تاع السحور تاع السحور هي اللي دايرة هاد الشيء هذا ايوا هاد الخالة ديالو هي الأخت ديال الأم ديالو هي اللي دايرة كاع هاد الشيء هذا هي اللي كترش في العتبة كتصيفط كتصيفط شنو كتصيفط ناس وكتصيفط كتصيفط ناس كيفاش؟ شعواد عند من كتمشي؟ عند الشعواد كتمشي عند المشعوذين يعني هاد الكارثة كلها من الخالة ديالك شحال من سحر دارت؟ بزاف شحال؟ بزاف ديال الأسحار بزاف كم هاي ديال الأسحار شحال كاع دفنت على القطر الشت كلشي دارت شحال كاع؟ هذا خدامة أنت غير خدامة أنا غادي ندير خدمتي غادي نريضو غادي نعطيك 10 دقائق ونكملو صافي؟ يلا حنا غادي نريضو وجدي راسك ان شاء الله للعذاب لا بس بديش واش بغيتيني ندير لك ما عرفتش شنو نشوفو لك شي